أبا الدراجي، ها الطعام المغربي يا وليدي خرج فيك. أبقيتي كتقلب على المغاربة، بقيتي كتقلب وتحفر تحفر، تجبرك ربي. ايوا اش بان لك دابا كي جاوك هاد الهاشتاغات ديال المغاربة وهاد التفاعل من عدة صحفيين من أشقاء عرب وحتى بعض الأخوة الجزائريين، تا هما راهم ضاروا فيك. أمالك صاحبي، واش الكلام مبقاتش شادة لك مزيان؟ وليتي عا كتهدرف، تخرجتي مع ديك السيدة هذيك اللي فضحتك، راه مع المغاربة غير ديرها زوين. السي الدراجي، السي الحافظ الدراجي، هادشي علاش قلبتي؟ يا غرامة عطاها لك السي الخليفي، اجبد وليدي. وها انت تبناتي من التعليق على مباريات ديال كاس افريقيا اللي كنتي كتحلم وكتبندر علينا وكتعلق عندنا ذاك الفوكابيلير ديالك، با 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 با. وسير دابا عند ما 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 ما. ومرة أخرى عرف بأن المغاربة راه شرفاء ونساء المغرب شرفاء عليك وعلى من يشبهونك. سير الله يرد بك والله يهديك ونعل الشيطان. ومرة أخرى عبر عبر عبر، اش كتقول؟ راه حداك معلقين كبار تبارك الله، تقدر تستفد منهم. كنا كنحترموك، ولكن ملي قللتي الحياة سير سير، ما نقول لك ما ندعيوش عليك. سير الله يهديك، سير الله يهديك.